الشيخ حمدان بن راشد المكتوم حفظه الله ورعاه، التي حقيقة تأتي كل عام اهتماما من سموه لهذه الرياضة العربية الأصيلة، لهذا التراث وهذا الموروث الحي. بسم الله على بركة الله وحفظه. أعلنت اللجنة عن انطلاقة شوطنا الثامن، يا سلام، والشوط الثامن اللي خصص للجعدان. أتمنى دائما والتوفيق والناموس يا الإخوة المشاركين. هذا بنا الصدارة، هذا بنا المركز الأول ليتعرف على صاحب المركز الأول. هناك مرضي، مرضي في المركز الأول ولا غير المهب؟ مطرم سعيد بن عبيد الحميري، النقلة على هنا مرضي لحمد بن سعيد بن حمد الصقعة الغفلي، النقلة على المركز الثاني الشاهين لسعيد بن سيب بن حسين العليلي. بينما اللي في المركز الرابع، اللي في المركز الرابع هنا من يأتي في هذه اللحظات شاهين عبد الله بن علي بن واس. بينما اللي في المركز الخامس هناك من الجانب الثاني أيضا بنتعرف عليه، بنتعرف عليه، ولكن الرقم محجوز. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة. مرضي يا مرضي، أرضي جماهيرك، أرضي محبينك، أرضي مالكك يا مرضي. بالمركز الأول مسيطر على مقدمة الشوط، يا سلام، حمد بن سعيد بن حمد بصقعة الغفالي، يا سلام. النقل على المركز الثاني، هملول، هملول في ثاني المراكز هنا اللي يتسلل للسيد سعيد بن أحمد محمد بالحطم العامري. نقلتنا على المركز الرابع شاهين على مرن سعيد بن سيف بن حسين العليلي. هناك من الجانب الثاني ما شاء الله نقل على المركز الرابع اللي هو جزيل للمطر بن محمد ومطر الخاطري. وصل شاهين في خامس المراكز لشاهين لسالم عبد الله الحميد بن تميم. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا كانت النتيجة. مرضي يا سلام بالصقعة وأيضا بالحطم قادم. هالي العين، هالي العين، وصلوا العوامر، وصلوا العوامر هنا مع هملول، يا سلام. سعيد بن أحمد بن محمد بالحطم العامري، بقول سلام، سلام عيناوي، سلام عيناوي، سلام عامري، سلام، سلام هملولي. تهانينا والناموس لمالك سعيد بن أحمد بن محمد الحطم العامري. سلام 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 سلام. المركز الثاني سعيد بن حمد الصقعة، المركز الثالث سعيد بن سيب بن حسين، المركز الرابع اللي في المركز الرابع شعار عبد الله بن رفيعة ولا مطر محمد رفيعة. المركز الخامس هناك الجاسوس محمد بن سعيد بن محمد بن أحمد أبو إبراهيم. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، دقيقتين 12 ثانية، 66 جزم الثانية. تهانينا والناموس.